يا صاحب الجلالة، يا أيها المريض الملعون، مالا هو كرسيك الذي صنعته لتثير الظنون؟ جميلة هي الثقة، ولكنك بالعظمة مجنون. يقولون ها هو أتى صاحب المباني العشرون، بصدى صوتهم تسعد، وبإشاراتهم أنت مفتون، وكأنك ملكا عليهم وهم قصرا مطيعون. يا صاحب الجلالة، يا أيها المريض الملعون، على الضعفاء تتسلط متناسيا من تكون. بعت الضمير لتصبح للمال عبدا مسجون، مطيعا لرغباتك البالية التي لا يحدها قانون، متاجرا بالمثالياتك الأقوية لكنك حقيقة موهون، تحارب مبادئ الإنسانية بسيفك المسنون، متسلطا بقوة من نسج خيالك وتحت أخرى مرهون. يا صاحب الجلالة، يا أيها المريض الملعون.